ثلاث أمور هتحصل لك أو هيحصل لك حاجة منها لو أنت رأيت الأفعى في المنام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إزيكم يا جماعة، عاملين إيه؟ أتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة إن شاء الله أنا هكلمك فيه على تفسير حلم رؤيا الأفعى في المنام. يعني إيه يا عبد الله أشوف في منامي أفعى؟ وهل الأفعى في المنام رؤية كويسة ولا رؤية وحشة؟ طبعا هو في بعض الحالات بتبقى رؤية كويسة وفي بعض الحالات الأخرى بتبقى رؤية سيئة. فالنهاردة أنا هكلمك بالظبط على تفسير حلم رؤية الأفعى في المنام. بس قبل ما أبدأ في ذكر التفاصيل، أتمنى لو أنت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو أنت معايا قديم في القناة تضغط على زر اللايك وتدعي لي دعوة في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا حبيب قلبي نسمي الله ونبدأ على طول في ذكر التفاصيل والتفسير وإيه هم الثلاث أمور اللي هيحصلوا لك لو أنت شفت الأفعى في المنام. أول أمر هيتحقق معاك لو أنت رأيت الأفعى في المنام، خاصة لو فتاة رأيت الأفعى في المنام، هذا يدل على وجود شخص مخادع سيسبب لك المتاعب في حياتك. يعني لو أنت شفت أفعى بشكل عادي أو بشكل طبيعي في المنام، فهذا يدل على وجود شخص مخادع في حياتك وهيسبب لك المتاعب. وغالبا الشخص المخادع ده بيبقى من دايرة معارفك أو بيبقى من الناس اللي أنت تعرفهم أو الناس اللي أنت بتتكلم معاهم، لأن لو هو مش من الناس اللي أنت بتتكلم معاهم مش هيخدعك. أنت العدو بتبقى عارف أنه عدو، لكن اللي أنت ما بتبقاش عارف أنه عدو الصديق أو الشخص اللي مبين ليك الخير وهو أصلا ناوي الشر. فبالتالي لو أنت رأيت الأفعى في منامك وكانت بتحاول أن هي تهاجمك، أو رأيت الأفعى كانت موجودة في منزلك، هذا المنام يدل على وجود شخص مخادع في حياتك وسيسبب لك المتاعب. لكن لو لم يتمكن منك، يعني حاول كده وانت نجيت منه، فده يدل ان هو مش هيقدر يأثر فيك بحاجة. فبالتالي ده اول امر. اما ثاني امر يتحقق معاك لو انت رأيت الافعى في المنام، وهو نصر عظيم وخير كبير ووصول للاهداف ووصول للطموحات. يعني لو انت رأيت المنامات اللي انا قولها لك دي، اعرف ان انت هتنتصر نصرا كبيرا باذن الله، وهيجي لك خير كتير جدا، وهتوصل باذن الله لاهدافك واحلامك ان شاء الله، حتى لو انت شايف او بتعتقد ان احلامك دي مستحيل انك توصل لها. لو انت رايت المنام اللي انا اقوله لك ده، اعرف ان امنياتك واحلامك واهدافك هتتحقق لا محاله بفضل الله. وده لو انت رايت ان انت استطعت ان انت تقضي على الافعى. يعني افعى بتحاول تهاجمك وقدرت تقضي عليها، قدرت تخلص عليها خالص، او هناك مجموعه من الافاعي بتصاب بعضها بعضا ولكن بعيد عنك. يعني شفت كذا افعى بيتخانقوا مع بعض، او افعى بتهاجم الناس وكده، بس بعيد عنك خالص. فالرؤيتين دول لو انت شفتهم ابشر باذن الله، واعرف ان ان شاء الله هيجي لك خير ورزق، وان شاء الله تحقق اهدافك ان شاء الله. اما ثالث واخر امر يتحقق معاك لو انت رايت الافعى في المنام، وهو النجاة من عدو. يعني هناك عدو بيحاول يقضي عليك او بيحاول يعني يأذيك او كده، وانت هتنجو منه او هتستطيع ان انت تنجو منه، فهذا المنام ايضا مبشر جدا. فبكده نكون خلصت تفسير حلم رؤيا الافعى في المنام. اتمنى تكون استفدتوا يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.